مساء الخير عليكم. متعتي دايما لما بنزل رويعي بشتري حاجتي من هناك. النهارده كنت في رويعي والجو كان شتوي جميل، برد شويه، لكن نزلت جبت شويه حاجات من هناك. الحاجات دي انا هوريها لكم وهنفتحها مع بعض، هي في الشنطه دي من كذا محل، وبصراحه الاسعار معقوله في المحلات اللي انا هقول لكم عليها. يلا بينا نستعرض انا جبت ايه. هي حاجات بسيطة لكن حبيت اشارككم في اسعار السوق النهاردة. يلا بينا. ابتدت الرحلة من الشروق ووصلت لغاية صلاح سالم، وبعد كده طلعت كوبري الازهر وقفت عليه منتظر ان ربنا يفكها في ميدان ابراهيم باشا عشان اركن في جراج الاوبرا اللي انتوا شايفينه. ركنت العربيه ونزلت اتمشيت من جراج الاوبرا لغايه شارع الرويعي، المسافه قصيره يعني. ممكن تروح بالمترو بتاع العتبه على فكره، الخط الاخضر، هتنزل في الحته دي بالظبط وتتمشى لغايه الرويعي. نبتدي نفتح مع بعض. اول حاجه جبت الفرشتين دول من محل كمال مرسي اللي انتوا شايفينه ده في وسط شارع الرويعي، وعنده حاجات كتير خاصة بهواة النجارة. بصراحة انا كان عندي واحدة قبل كده ونوع جيد، قعدت معايا يمكن سنتين وما زالت محتفظة برونقها. الفرش دي بتنفعني في بعض الدهانات الصغيرة والمحددة، هي صحيح صيني لكن بصراحة ممتازة. دي كانت ب40 جنيه ودي كانت ب20 جنيه. جبت السوبر جلو اللي هو الـ AK فات، سعره هناك بصراحة أرخص بكتير من معظم المحلات اللي موجودة حوالينا في الشروق أو في مصر الجديدة، ده ب120 جنيه. اشتريت كمان غير بنتا الأحمر وده كان ثمنه 45 جنيه، بيتباع عندنا هنا في الشروق ب60 و70 و80 مش عارف ليه. الثلاث حاجات دول كانوا من محل كمال مرسي في الرويعي زي ما قلت لكم، وانصحكم لو عايزين الحاجات دي هاتوها من عنده لان اسعارها ممتازه. كملنا جولتنا في شارع الرويعي في اتجاهنا لفرج سمعان جاوي. الشارع شبه فاضي مش زحمه كالمعتاد. المحلات شبه فاضية طبعا، الناس بقت بتشتري على قد اللي مطلوب منها بالظبط يعني. هنوصل لغاية محل فرج سمعان، المحل الكبير اللي هو في شارع الرويعي نفسه، لأن هنروح المحل التاني برضو اللي في شارع جانبي. طبعا انتوا شايفين فعلا الدنيا فاضية، يمكن عشان البرد الله أعلم، يمكن عشان الأسعار الله أعلم، لكن انا بصور لكم الحاله اللي شفتها النهارده. وصلنا المحل الفرج سمعان جاوي ودخلنا، لكن للاسف ما عرفناش نصور لان ما خدناش الاذن. بعد كده توجهنا لمحل سليمانجو، اشهر بائع بنط راوتر وبنط شينيور في مصر، وهوريكم اشتريت من عنده ايه. بصراحه ممتاز. تاني حاجة اشتريتها من عند سليمانكو أخصائي البنط، هوريكوا المحل بتاعه وهفرجكوا عليه. بعد ما اوريكوا جبت من عنده ايه، جبت بنطة حدادي 30 ملي او 3 سنتي لان بحتاجها. انا عندي هنا ال 35 ملي وعندي ال 20 ملي، بس كان ناقصني ال 35 فجبتها النهارده. محل سليمانكو اعتقد ان هو الوكيل بتاع بونت توم، واعتقد ان هو برضو وكيل زين. بصراحة يعني هو ملك البونت في مصر. ده منظر عام لمحل سليمانكو في الرويعي، بفرجكوا على المنتجات اللي عنده لان زي ما قلتلكوا هو ملك البونت في مصر، خصوصا بونت الراوتر وبنط الشنيور، وكمان بيبيع صواني مناشير. محل بسيط وصغير لكن امكانياته جبارة، وبتلاقي عنده كل اللي انت عايزه.
وكملنا جولتنا في منطقة الرويعي، دخلنا شارع يمين من شارع الرويعي لمحل فرج سمعان جاوي التاني. برضو للأسف ما عرفتش أصور جوه، لكن هصور لكم المحل من بره. أي إكسسوارات نجارة أنت عايزها موجودة في العالم كله هتلاقيها عند فرج سمعان. في خط الرجعة وقفت عند شافكو والبربري، ده أشهر بائع صنفرة في شارع الرويعي، بتلاقي عنده كل حاجتك، كل المقاسات، هوريكوا جبت من عنده إيه. ده السيد مدير المحل والسيد نائب مدير المحل. دي أنواع الصنفرة، سواء 5 بوصة، 7 بوصة، 9 بوصة، سير بالمتر، أعراض كبيرة، كل اللي انت عايزه هتلاقيه عنده. بصراحة هو محل صغير بس حاجته ممتازة، جودة عالية جدا، وأسعاره كمان فوق الممتازة. هوريكو أنا اشتريت إيه من عنده وأسعارهم إيه. تالت حاجة جبتها، جبت أنواع صنفرة من عند أشرف في شارع الرويعي، برضو هحط لكم صورة للمحل بتاعه. جبت علبة 100 قطعة 5 بوصة، خشانة 180. بصراحة جودة الحاجة اللي بجيبها من عنده كويسة، آسف 100. العلبة دي فيها 100 واحدة ب150 جنيه، يعني الفرق الواحد ده ب1.5 جنيه. لو قلتلكوا في العاشر بيتباع بكام هتتخضوا، في العاشر بتتباع ب3.5 جنيه و4. جبت كمان سيرين للصنفرة الدبابة، دي خشانة 80، السير الواحد ب7.5 جنيه، في العاشر ب15 و20 جنيه. يا جماعة جبت صنفرة 9 بوصة علشان الصنفرة اللي انا عاملها اللي هوريها لكم. جبت خشانة 180 وخشانة 80، الواحدة من دي ب7.5 جنيه، 9 بوصة برضو في العاشر، اسعار مختلفة تماما عن دي، اغلى بكتير. وجبت كمان صنفرة 7 بوصة علشان الصاروخ، بستعملها في الصنفرة بالصاروخ اللي هي القطر 7 بوصة، دي الواحدة ب5 جنيه. يا جماعة برضو الأسعار في العاشر أغلى بكتير. بصراحة رويعي مكان جميل جدا، أنا بنبسط فيه، بستريح نفسيا، بشتري حاجتي اللي أنا عايزها، بلاقي حاجتي كلها، الأسعار فوق الممتازة، التعامل حلو. المحلات اللي هقول لكم عليها بصراحة محلات ممتازة. طبعا مش هننسى في رويعي محل فرج سمعان. فرج سمعان بنجيب منه كل اكسسوارات النجارة. للأسف ما عرفتش أصور جوه المحل لأن صاحب المحل مش موجود، ومش قادرين ياخدوا القرار بالسماح ليا بالتصوير، فصورت لكم الواجهة بتاعكم. أتعشم يكون الفيديو أفادكم. الأسعار أخدتوا فكرة عنها النهاردة، متهيألي الأسعار بتقل شوية، لأن مثلا الفرخ ده كان وصل في رويعي قبل كده 2.5 جنيه اللي هو 5 بوصة، النهاردة ب1.5 جنيه جملة. لو اشتريتهم فرط هتشتريه غالبا ب2 جنيه. شكرا ليكم، كنت معاكم أحمد رأفت، قناة نجارة.com.